اخبار وتفاصيل كتير في حلقتنا النهارده. خلونا نبداها بالعناوين. اتحاد اليد يحاول انقاذ مشاركه المنتخب في الالعاب الافريقيه. تحديد موعد البطولة الإفريقية لأندية الكرة الطائرة. منتخب كرة السلة يشارك في البطولة العربية البطولة الدولية بقطر. استعدادات قوية في اتحاد الجمباز لاستضافة كأس العالم. منتخب تنس الطاولة يعسكر في كوريا قبل بطولة العالم. أبطال منتخب الكاراتيه يسيطرون على التصنيف العالمي. شنايدر تحصد لقب بطولة تايلاند المفتوحة للتنس. يلينا تتوج ببطولة لينز المفتوحة للتنس. بابليك يفوز ببطولة مونبيليي للتنس.